السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن أشياء يجب أن تتجنبها إذا سافرت إلى هذه الدول حتى تحظى برحلة ممتعة. يحلم كل منا بأخذ قسط من الراحة والذهاب لأي بلد آخر للتعرف عليه وعلى معالمه الجميلة، ونستعد بالتخطيط للرحلة عبر القراءة عن هذا البلد ومعرفة أهم الأماكن السياحية عن طريق الدليل السياحي، ولكن الدليل السياحي غالبا لا يعطيك الصورة الكاملة. ومن خلال هذا الموضوع ننبهكم عن بعض الدول التي يجب أن تتبع فيها بعض المعايير. المكسيك، يمكنك قضاء وقت ممتع بشواطئ المكسيك الرائعة ذات الرمال البيضاء، كما يمكنك استكشاف الإهرامات القديمة. ولكن حتى تقضي رحلتك بسعادة يجب عليك التجنب الآتي. يوجد بالمكسيك ما يقرب من 280 نوع من العقارب، ومعظم تلك ليست سامة، ولكن البعض منها وإن كان قليلا إلا أنه سام للغاية وقد يودي بحياتك من خلال لذغة واحدة. يكون الإجراء إذا تم القبض على السائح وهو في حالة سكر السجن. المياه في المكسيك ليست صالحة للشرب، حتى السكان المكسيكيين أنفسهم يعترفون بذلك. يفضل شراء المياه المعبأة في زجاجات فقط. يعتبر مستوى الجريمة في المكسيك مرتفع إلى حد ما، حيث قد يسرق السائح في وسائل النقل العام. احذر من بعض الأمراض التي يمكن أن تنقل إليك مثل التيفويد أو الملاريا، لذلك تأكد من الحصول على التلقيح المناسب قبل قيامك برحلتك. كولومبيا، تتمتع كولومبيا بالكثير من المناطق التي تستطيع الذهاب إليها، كحديقة سان أغوستين الأثرية ومنتزه القهوة الوطني. كما يمكنك إلقاء نظرة داخل كنيسة لاس لاغاس وكاتدرائية سالت، فهي مليئة بالأماكن الرائعة. ولكن لنكن واقعيين، ليس من الأمان السفر في جميع أنحاء البلاد. بلد كولومبيا مستوى عالي من الجريمة، فإذا عزمت على إيقاف سيارة أجرة فأنت بذلك تضع نفسك في ورطة. فالأفضل استدعاء سيارة أجرة من مكتب استقبال الفندق، واستخدام فقط خدمات المشغلين الرسميين وليست السيارة الخاصة. تعتبر مياه كولومبيا موطنا لأسماك القرش وأسماك الضارة المفترسة، وهي واحدة من أكثر الضفادع السامة على الأرض، لذلك ينصح بارتداء أحذية قوية خاصة عند دخول البحر لتجنب إيذاء قدمك، وينصح بسؤال السكان المحليين أو مراقبي الشواطئ على الأماكن المناسبة للسباحة. تركيا، تعتبر تركيا من أكثر الوجهات السياحية شعبية وأكثر أمانا، ولكن بالرغم من ذلك فإنك ستتفاجأ ببعض الأماكن مثل ينبغي ألا تغادر المرأة أراضي الفندق دون أن يصاحبها أحد، وذلك بخاصة في الأماكن التي لا تحظى بالشعبية لدى السياح. كما يجب أيضا على النساء تجنب المشي في الليل وارتداء الملابس الكاشفة إذا أردنا الذهاب إلى هناك، فمن الأفضل قلب جلباب معهن. ويوجد في بعض المناطق بتركيا المرحاض التقليدي والذي لا يعتاد الكثير من الأشخاص الغربيون عليه، كما ان بعض المراحيض لا توفر ورقة تواليت، فقط الماء، واذا اردت استخدام اوراق تواليت فستضطر الى دفع رسوم اضافية. الهند، توجد عشرات الاسباب لزيارة الهند. على سبيل المثال رؤية القصور القديمة الرائعة ومهرجان الالوان والاضواء وتجربة طعامهم الذي يتمتع بالمذاق الخاص، ولكن بالرغم من ذلك فأنت عرضة للغير سار، مثل من السهل هناك الإصابة بالعدوى أو الديدان الطفيلية. ولتجنب ذلك يفضل شرب المياه المعبأة في زجاجات فقط والتي لها علامة تجارية معروفة، وتأكد من أنك تشتريها من مكان موثوق. ويفضل أخذ تلقيح ضد التهاب الكبد والتيفويد قبل الرحلة. ينصح النساء اللواتي سافرن إلى الهند باحترام قوانين اللباس المحلي وتجنب المشي بمفردهن ليلا حتى لا يثرن التحرش الجنسي في الشوارع، ولا سيما في المناطق الريفية والأماكن التي لا تحظى بشعبية لدى السياح. مصر، يمكنك الذهاب إلى مصر والتمتع بالكثير من الأماكن كمشاهدة الأهرامات القديمة وأبو الهول، أو الذهاب للسباحة في البحر الأحمر، أو ركوب الجمل، وستقضي رحلتك بكل هدوء وراحة وسعادة فقط إذا تذكرت
كعادة، فقد إذا تذكرت قواعد السلامة تلك. لا تسبح في مياه النهر لتجنب الإصابة بالبلهارسيا، فقد أسبح فقط اسبح في البحر أو في حمام سباحة مزود بمياه نقية. وإذا وجدت نفسك في المياه العذبة تأكد من أنك لا تضع الماء في فمك. الشعاب المرجانية في البحر الأحمر موطن لنجم البحر المليء بالأشواك، وهو يعتبر سام ويسبب القيء والدوار والتهاب الجلد. وإذا حدث وأصاب منه فيجب عليك وضع المنطقة المصابة في الماء الساخن وتنظيف الجرح وتطهيره بالإضافة إلى استشارة الطبيب. مصر بلد مسلم، ولهذا السبب لا ينصح بارتداء الملابس الكاشفة خارج الفندق. توجد أمراض شائعة جدا في مصر، على سبيل المثال التهاب الكبد ألف وباء، كما يجب عليك أن تأخذ التطعيمات اللازمة للكثير من الأمراض مثل الحصبة والدفتارية والكزاز والسعال الديكي وغيرها من الأمراض، وتبقى مصر وجهة سياحية رائعة. تونس. تمتلك تونس الخضراء البحر والشواطئ المذهلة، بالإضافة إلى مراكز الحمامات البخارية العديدة، ولكن ليست مثالية كما يبدو. وقد تحدث مسيرات سياسية من وقت لآخر، وذلك إذا تعرضت لأحداث فحاول الابتعاد عن الحشد بقدر ما تستطيع. تفرض تونس حظرا صارما على تصوير الأبراج والجسور والأغراض العسكرية، ولهذا يجب عليك أن تأخذ الإذن المحدد من قبل التقاط الصور. إذا كنت تسبح في البحر في شهر أغسطس فإنك بذلك تواجه خطر قناديل البحر، وإذا لدغت منها فيجب عليك غسل مكان الإصابة بالماء النقي ثم استشارة الطبيب. يجب أن تأخذ التطعيمات الخاصة والتهاب الكبد ألف وتفادي الأمراض المنتشرة بكثرة في تونس، وتبقى تونس علامة سياحية فارقة. كان هذا التقرير لكم، ونرجو منكم الإعجاب والاشتراك بالقناة، ومعذرة إذا كان هناك أي خطأ بالإملاء أو أي خطأ أو أي معلومة خاطئة احتواها التقرير. وإلى لقاء بتقرير آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.